هذا البرنامج برعاية جديدة بن على بن. مرحبا بكم على نسمة جديدة. هذا برنامج صحتك في صحنك، كالعادة نقابلوا كل يوم الستة متاع العشية، وفما زادة الإعادة لحداش ونص ونص نهار، وفما لي ريزو سوسيو نسمة كويزين، نسمة على فيسبوك ويوتيوب وباج صحتك في صحنك على فيسبوك. وكالعادة معايا شيف سليم بن عمر، مرحبا بيك شيف. أهلا نوال، صبا باش نطيبوا حاجة كالعادة. بتبيع عن حاجات خفيف اليوم ديما به كله به. أي باش نعملوا سالاد روس. سالاد روس هذا شنو؟ بطاطا نعملوها طايبه، وباش نعملوا سفناريا طايب داكور، تتفوح بالمايونيز جديده. مايونيز جديده باش تفوحها، معناها باش تكون هي الفاح نتاعها. السلطه هذه كيما نجموا، اللي عنده ينجم يزيد لوبيا خضراء، كل البروكولي تنجم تزيد الخضره اش عندك. دونك تتفوح بالمايونيز، باش نستعملوا مايونيز جديده. وباش نحطوا فيها الجامبون، وباش نحطوا فيها فروماج قيصر غودا اون كوب. باهي دونك باش نستعملوا دو توست، باش نعملوا بلوتو دو توست نوعين. باش نعملوا حلوه بالكونفيتور نتاع ستيك اب، باش نحطوا فيها المعجون نتاعنا نتاع الاورانج. باهي. والثانيه باش نستعملوا فيها المايونيز جديده، وباش نحطوا فيها فروماج قيصر، وباش نحطوا زاد السلامي نتاع ضيعتي. باهي باش. مازلت عندنا حاجه اخرى باش نعملوا مقرونه بيني. بيني كومبليت نتاع ليبيدور، وفيها الفرماج قيصر. باهي. وبالطبيعه عندنا للتحليه عندنا دار بالقايد حسين، جابت لنا الزرير باش نحضروه، معناها نحطوه في اللحود الصغار نتاعو، لي فيغين الصغار نتاعو، وباش نزيدو نزينوهم بالفاكهه نتاع دار بالقايد حسين. باهي ياسر. اوكي مالا نبداو؟ بالطبيعه. اوكي عندنا قضيه ناخذوها كالعاده من بيت المونه، نحط الماء يسخن خاطر عندي خضره باش نغليها. ايه؟ ونمشيو ناخذوا القضيه نتاعنا. داكور داكور. ذكرنا شنو باش تجيب من غادي شيف؟ باهي. عندنا كونفيتور ستيك اب اورانج، عندنا مايونيز جديده، وعندنا الباني نتاع ليبيدور لانتيغرال. دونك عندنا زيادة نحط هذوما، عندنا شوية قضية من الفريجيدير. لا نرجع بيت المونة. باهي هاتو نحطهم. فوالا. ايه عندنا الزرير حاضر باش جابتهولنا بنت قايد حسين، وعندنا الفاكهة باش نزينوها. عندنا لهنا بيستاش كونكاسي. فوالا لي بريباراسيون هذوما حاضرين من عند دار بن قايد حسين. يسهلونا دونك حاضرين باش هذوما دي بريباراسيون شدوا برشا وقت في الدار، سيرتو كيما الزرير. وكل عاده عندنا حاضر جزء نحطوهم في ديريكتومون في الفيرين دي فيرين نتاعنا، وكي كنوليو كيما قلت لي ميور باتيسيي في في لحظه. وي بي اوكي هذوما هاو هام هوني. نبداو نمشيو توا للفريجيدير نكملو ناخذو القضيه نتاعنا. تحسني ديما نحب نبدا انا. أي. شيف باهي عندنا ريغوتا قيصر، عندنا سلامي تاع ضياتي، والفروماج غودا اون كو. تري بيان تو بالحق نجمو نبداو. اي باهي
اوكي فوالا يسحق حاجه تو نعاونك شيف لا جوست نقصنا الجامبون جامبون للسلطه سلطه سلاد ريوس داكور اوكي جامبون باهي فوالا دونك عندنا الغاز نشعلوه والماء بتاعنا سخن في البويوار إفزا إفزا دونك صبوها انا تو باش نصمتها الخضره كيما زاد نجم نفوروها بالطبيعه نفوروها تحافظ على القيمه الغذائيه نتاعها اكثر سينو فما نجمو نستحفظوا على الماء اللي عندنا نعملوا به حاجه اخرى نعملوا به حاجه اخرى فور اكزامبل الماء اللي عملت فيه هنا باش نعمل فيه الخضره نجم زاد نصمت فيه المقرونه وعندنا زادة كاسرول تاع تيفال بالخطا نتاعها ولا بالخطا نتاعها طل يدخلوا للفريجيدير تنجم تغطيها وتدخلها للفريجيدير دونك تنحي لها البانيي نتاعها تبدا فيها البانيي تنحيها وتدخل للفريجيدير ونحاولوا نجموا زادة نستعملوها في الفور اوسي في الفور اي هذاك علاش نحيوا البانيي باش نجموا ندخلوها انتيرمون في الفور فوالا كي تبدا بالبانيي البوال ما تنجمش تدخلها ولا كاسرونه ديما تلقاها ما تدخلش دونك نحيو البوني وندخلوه الفور فوالا باه دونك سخروا الكاسرونه دونك عندنا زاده هذه باش نعملوا فيها المقرونه نتاعنا ليبيدول انتيغرال تو نحطوا الخضره نتاعنا تيب اكثر حاجه تشد وقت انا لي توست نتاعنا نحطوهم في الفور يتبشم في شويه اي يعطيو ان افي كروكون جبنينه ولا خلاص شوفي سي دونك الماء نتاعنا غلي نتاع المقرونه دونك بويوغ يفزا تخلينا الماء ديما سخون تربحنا برشا وقت حطو فات انتيغرال بيني تاع ليبيدول اي طب هنا ستر حاولوا ديما ان نحترموا لي انستركسيون اللي موجودين على الباكاجينغ اي دونك دي فوالا سي بون كملنا من الفات حركوا المقرونه نتاعنا باش فما ناس تحط شويه زيت مع المقرونه ما عندها متبدل ديما نحطوا الماء نحطوا فيه شويه ملح اكاهو اكاهو زيت ما يخلي معناها كيبي كيبليش كيبي كيبليش يلصق وقتاش نحطوا الزيت باغ اكزومبل بعد ما طيبتها وتحب تستحفظ عليها الفات تبردها باش ما تزيدش تطيب وقتها تحط لها الزيت تحط لها الزيت باش ما تلصق في بعضها خاطر كي تخليها من غير زيت فيها خاطر لاميدون تلصق تقعد تولي تلصق بعد ما تنجمش تعاود تستعملها فهمت دونك الزيت في الماء ماهوش الحل الزيت بعد ما نحيوها من الماء باهي دونك التوست نتاعنا حمار وهاكم ظاهرين في الفور باش نحيوهم دونك ندو بانس كل واحد كيفاش يحبهم فما شكون يحبهم ناضجين بكدا فما اللي اقل شويه اي فوالا انا للعشاء وللسحور التوست اي عملنا نوعين نوع باش يكون سكري حلو ونوع باش يكون سالي هيك الخضره نتاع السلطه نتاعي قصيتها جويده باش تيب فيسه دونك قد ما نقصوها اقل قد ما تيب فيسه اكثر يعني دونك قصيتها صغيره مش بشدني برشا وقت عندك بها تحضر دونك نبداو باللي توست باش ناخذوا مايونيز جديده
ناخذ مغرفة صغيرة هذه دونك التوست سالي ليه باش نحطو معاها سلامي وجامبون فوالا سلامي جامبون باش نحطوه في السلات كله سلات روس مو نوع نحاول نستعملو كل شيء زهرة شهي وجديدة عندها بلوزيغ مايونيز فما صوص الاي لي صوص عندنا بلوزيغ صوص نتاع جديدة فكرتي نجمو نستعملو زادا مع المايونيز نجمو نستعملو صوص الاي وفي زيرب صوص الاي وفي زيرب بنينة برشا مفوحة مفوحة بالقداء كملت منها المايونيز هذي مازلنا جست باش نستعملوها زادة في السلاطة للسلاطة باهي خليوها هنا فيح مزيان للسلاطة دونك انا ديجا توا التوست سالي نكملوهم باش ناخذو سلامي متاع ضيعتي هذايا خذيناه بالزيتون دونك فيه مطعم الزيتون نقصوه دي رونديل ومن بعد نقصوه مع لازوس هذا سي لو بونور نتاع الصغار فوالا يحبوا ياسر السلامي سلامي وجامبون سورتو كي تبدا هكا سبيسيال شويه مفوح في حاجه كيما الزيتون دونك فوالا نستعملو جديدة أوميغا 3 هنا دونك نحلو الغاز ديريكت المقرونة بتاعنا باش نهزوها بالكسرونة ونحطوها غادي روسيت زيدا كي العادة سهلة وسريعة بالضبط مع نسق الحياة نتاعنا ماذا بينا أسرع وقت ممكن مون سيرتو اكثر حاجه صحيه ممكن سيرتو كي نتزربوا ويجي شقان الفطر ونحيروا سيرتو اي لازم فما حاجات صغار كيف نكي في صافي سعيد قد لافونتاج انه الحاجات اللي قاعدين نستعملوا فيهم الكل دي بريباراسيون ما يسحقوش برشا كويسون والا حاضرين ديريكتومون نحطوهم على الطاولة فيت في ما نضيعوش برشا ما تحضر في بريباراسيون وتزيد الأخرى بعد تلمها مع بعضهم ديجا
بريباراسيون كامله حاضر. دونك البات نتاعنا باش نسوتيوها جديده اوميغا 3، ومن بعد كي باش نحيوها باش نزيدوها ريغوتا قيس. فوالا والقايل شبيك حطيت الكسرونه ديريكتومون على البلان دو ترافاي، خاطر البلان دو ترافاي نتاعنا ما ياثرش فيه لا سخانه لا حتى شيء. دونك نخدموا مرتاحين، نطيبوا مرتاحين، نخافوا من تراس والا خدوش حتى شيء، ما نخافوا من حتى شيء. الماتير اللي استعملوا فيها غري، ايوا نحطوها باش نزيدوا نفرحوها من بعد البات نتاعنا، شويه ملح شويه فلفل اكحل جست دقيقة للصغار، وباش نزيدوها ريغوتا من الفوق. نتاعنا زاد تبدا ذكية كما نقولوا، ريحتها بنينة، باش تبدا نزيدوها شوية فلفل أكحل وملح، ونزيدوها بعد ريغوتا قيصر، ويقعد لنا كان السلاطة. السلاطة كيف كيف تستقطر. نجبد فيش باش نصفي الخضرة نتاعي، وزادة الكالوت البول اللي بنحط فيه. دونك نقلو لهنا، نستخدمها الخضرة متاعنا. هلا حطوها في البول، قلنا باش نفوحوها شيف، باش نفوحوها بجديدة مايونيز جديدة اللي هو هذا. هنا بالطبيعة باش نزيدوها شوية ملح وفلفل أكحل. دونك كيما قلنا نجمو نزيدو، احنا عطينا بطاطا وسفناريا باش نزيدوها الغارنيتور نتاعنا الاخرى، نجمو نزيدوها كان فما جلبانه، لوبيا خضراء البروكولي. دونك السلطه نتاعنا سي بون خلطناها بجديده، باش نزيدو نحطو فيها جامبون نتاع ضياتي ديجا باش نقصوه. هكا تكون عندنا سلاطه فيها برشا خضره ومفوحه بالشوا. ولا نجمو نزيدو حاجات اخرين كما قلت البروكولي، نزيدو لوبيا خضراء. سا ديبون انت واش عندك في الفريجيدير، وبالطبيعه فوحناها بالجامبون نتاع ضياتي هذاك، وباش نزيدوها زادا فرماج قيصر غودا اون كوب. كيكا تولينا سلاطة مشخشخة وبنينة. فوالا دونك المنيو نتاعنا بريسك حضر، قعدنا كاين لي توست الحلوين وقعدنا الزري. فوالا وباش ندرسيو من بعد المقرونة نتاعنا، نزيدو معاها نزيدو لها ريغوت. فوالا وانا توت سويت نستقبل ضيفتي نهال باجي اخصائية التغذية، نحكيو على لي ميتابوليزم نتاع البدن، نفهمو علاش السكر هو الاولاني والليبيد مثلا في شقال الفطر، على خاطر البدن عنده كرونو يعرف وقتاش لازمك تعطيه السكر وقتاش تعطيه ليبيد. اكثر تفاصيل توت سويت في صحتك في صحنك. جيب حذايا اخصائية التغذية نهال الباجي، مرحبا بك نهال. يعيشك كل عام تحيا بخير. يعيشك نهال كل عام وحنا بخير، ان شاء الله نسكر. ان شاء الله نهال. يتقال انه البدن عنده مناقل، فما الهرلوج بيولوجيك، فما الهرلوج ميتابوليك، فما كل حاجة فيها ماكينة قاعدة تخدم بوقت معين ونظام معين. نحكيو على الهرلوج ميتابوليك، هل كل شيء مسموح انه يتاكل في كل وقت؟ لا، دو بريفيرونس اون ريسبكت الهرلوج نتاع بدنا. دونك ثم حاجة اللي نحنا نسميوها معناتها لا كرونو نوتريسيون. دونك دو بريفيرونس نجيو لبدن نعطيوه الاليمون اللي حاجته به هو في الوقت هذاك. دونك في البدن تصير اون سيكريسيون نتاع ديزونزيم في اوقات معينين،
كل معناتها بيريود من النهار دونك تصير سيكريسيون نتاع دي انزيم معينين. نبداو في البيريود اللي معناتها نقولوا احنا نحكيوا على العادي رمضان فوالا نحكيوا على السيكريسيون بعد نحكيوا على رمضان فوالا سي جي بيان كومبري انه كان ناخذوهم معنا الحق ناخذو وناكلو اي حاجه في اي وقت لكن كان ناخذوهم في غير وقتهم نجم تعطي إفي عكسي وإلا ما نفهموش شنو اللي قاعد يصير في البلد جستمان ديجا إنجام واحد يكون مثلا قاعد يبخون دو بوا وما هوش فاهم اللي قاعد يأكل في حاجات ما هوش في أوقاتهم باغ إكزامبل نجم يأثر برشا في البريز دو بوا وإلا الدنيا ينسميل با بيان معناتها من أندوا معناتها كيف نقولوا احنا إذا كنت تاخذ الحاجة المناسبة في الوقت المناسب تو بروفيت معناتها فريمون من اللي بيان فيه نتاعها الكل فوالا دونك مثلا نعطيو باغ إكزامبل نجيو في الصباح باش تصير سيكريسيون نتاع الليباز اللي هي en fait j'ai trigger le métabolisme تاع les lipides tout ce qui est gras les fromages l'abed بالنسبه للعبيد اللي تحب les fromages donc c'est une bonne nouvelle déjà voilà zitouna le gras الزبده اذا كان هكا عندنا حاجه نحبوا ناخذوها voilà وفيها هكا وغراس شويه دونك نجمو نستعملوها في الصباح في فطور الصباح من بعد دونك bien sûr نجمو زيد كيف نجمو ناخذ شويه بروتين ولا حاجه مي اذا كان عندنا دي ليبيد باش ناخذوهم دو بريفيرونس في البارتي هذيك نتاع الصباح عكس اللي ديما يقول لك خذ الحاجه السكري الصباح وكل دونك سكري اذا كنت ماشي باش تعمل اكتيفيتي باغ اكزومبل فوالا بي في القايله عندنا البروتياز وعندنا الاميلاز اش معناتها نجمو نستعملوا البروتينات معناتها كيما نقولوا احنا لحم دجاج حوت عظم فوالا وكيف كيف الاميلاز اللي هو دونك الاميدان معناتها المكرونه فوالا الحاجات اللي فيهم فوالا تو سكي انش بي لاش خبز فيزا كل شيء بون فهمي ذا بينا بيان سور كيف يبداو كومبلي ماذا بينا اون مودير لا كونتيتي ماذا بينا ناخذوا حاجات اللي يبدا الاندكس جليسيميك نتاعهم اقل اللي يبداو معناتها لابات تبدا انتغرال بيان سور معناتها هذا كله معناتها بطاطا وروز مسموحين بطاطا وروز كيف اذا كان باش ناخذوهم في فطور القايله فوالا هذا نحكيو ديما اون جينيرال لاش تصير سيكريسيون صغيره نتاع انسولين غاديك احنا نجمو نمشيو ناخذو كل حاجه الحلوه صغيره بيان سور مانيش باش نقول باك وبشكوت مانيش باش نمشي نقول حاجه معناتها ماذا بينا نقعد ديما في الهيلثي دونك دي فروي سيك كيف نقول فروي سيك معناتها حتى مثلا زبيب ولا مثلا غلا كاريما فهمت ولا فوالا ماذا بينا كل حاجه هذيك معناتها عوينه شيحه نجمو اذا كان شفتو اذا كان مثلا ماشي ان بروبليم تاع سور بوا بوركوا با في الليل هو راهو اون جينيرال لا سيكريسيون تاع لي انزيم بريسك معناتها منعدمه pour ne pas dire معناتها presque فهمت دونك مثلا ماش برشا سيكريسيون ماذا بينا اذا كان نحكيو كرونو نوتريسيون راهو في الليل دو بريفيرونس اون لو سوت معناها الديني فهمت مي براتيكمون سي با تري فيزابل دونك ناخذو غادي حاجه فاسيلمون نقولوا احنا معناتها نجمو نهضموها بسهوله كيف فوالا احنا نحطوا ديما الاسماك من الحاجات اللي نحطوهم وقت اللي نبداو فوالا دونك في الليل مثلا نجمو نستعملوا الحوت بوركوا با فهمت دونك هذاك علاش نفهموا شويه الترتيب نتاع الوجبات نتاعنا خاصه الفطور وعشاء الفطور دونك اون بو سبيرميتر خبز بات حاجات كيف من هكا العشاء هذاك علاش زاده ديما نقولوا انه العشاء ماذا بينا يكون حاجه خفيفه ديما حاجه خفيفه فوالا وثما لي ليغوم زاده في الليل سورتو انا نقولوا ديما لي ليغوم كرو معناتها لي كريديتي باش ما نتيحوش فيك اللي برشا مثلا هذا برشا يكلاسيو البطاطا في ليغوم تولي برودو مثلا بالبطاطا بالسفني بدا شنو بعد يقولش مني مانيش قاعد ننقص دونك بروبلمون معناتها دو بريفيرونس غاديك تولي بلوتو فوالا خضره نيه وفوالا معناتها وحوته مشويه ولا سردينه ولا فوالا معناتها اي سورس نتاع بحر معناها فوالا اي حاجه جايه من البحر لي فخي دو مير زاد كيف تابعين النجم فوالا بي سينو نعملوا اون بيتيت ادابتاسيون في رمضان للهورلوج هذا هو دو بريفيرونس اذا كان باش نحكيو معناتها نتبعوا الهورلوج نتاعنا معناتها هو في رمضان باش تكون في شقان الفطر حاجه خفيفه على الاخر باش تكون ان بوتاج معناتها فريمون برودو ولا حاجه هكا خفيفه معناتها حاجه فيها خضره فوالا بيه. من بعد باش نقعدوا نشربوا في الماء والغوبا اللي هو باش يكون برينسيبالمون معناتها الغوبا اللي فيه لي بروتيين اللي فيه لي ليبيد اللي هو باش يكون في السحور سكي با تري فازابل وماهوش متماشي برشا مع لي زابيتود نتاعنا احنا معناتها في تونس دونك احنا
معناتها الغباء اللي معناتها برينسيبال باش يكون الاكثريه في شقان الفطر، ومن بعد معناتها السحور باش تكون حاجه ساعات لي دو ساعات لي دو. دونك انا شنو نقول، اذا كان واحد ينجم يتبع هالهورلوج هذه، دونك يمشي يعمل بالحق في شقان الفطر حاجه خفيفه، ومن بعد في السحور ناخذو فريمون ان غباء كوبيو. إذا كان ما نجموش ونعرفوا روحنا باش نبلبزوها وباش نعملوا دونك في شقان الفطر البريكا والسلطة والسوب والحكايات هذوكم الكل، ومن بعد باش ناخذوا الحلو، ومن بعد دونك دو بريفيرونس انا شنو نقول معناتها إذا كان خذينا هذوما الكل مش لازم نزيدو نكملوا من الفوق سحور دونك كوبيو اون سو ليميت الحاجة هكا خفيفة، والا كاريمون إذا كان ماناش باش نقومولو ما ثماش علاش في عقاب الليل معناتها فما برشا يسهروا دونك في عقاب الليل ماضي ساعتين ولا ما ثلاثة يزيد يكمل ياخذ حاجة يقول هذيك راهي سحوري دونك ولا ولا ياخذ حاجة من اللي شق فطروا عليه فوالا هذا هو. ونربي معناتها جانسيست على على الماء على ليدغاتاسيون دونك فوالا كو سوسوا سو فورم نتاع احنا عندنا ديزابيتود باهيين راهو كو سوسوا سو فورم نتاع مثلا تشيش لي سوب نتاعنا والا البسيسه برشا عباد معناتها يشقوا فطرهم على على البسيسه معناتها تبدا هكا دونك جاريه فوالا ما فيش برشا سكر دونك فوالا معناتها سي سي موجود الماء موجود مش بالضروره في الماء. وبالنسبه للحاجه الحلوه كيف كيف دونك دو بريفيرونس في رمضان راهو اون ايفيت لي سوكري حتى سورتو خاطر في الليل راهم فهمت ماكلتنا الكل باش تكون في الليل دونك ايفيتي بعد هكا اون سو بيرمي في العيد باش نشيخروا احنا معناها فوالا سينون اون بو كومبونسي شويه الخروج على نظام هدايا بشويه اكتيفيتي فيزيك على الاقل كان ما احترمناش شويه لورلوج لازمنا نعملوا سوا اون مارش سوا سبور يقولوا لي اكتيفيتي فيزيك وقتاش اسكو نعمل قبل شقان الفطر ولا نعمل بعد شقان الفطر ولا دونك انا نقول لاكتيفيتي فيزيك اذا كان باش تعمل بعد شقان الفطر بيان سور اذا كان معتك معبيه مش باش تعمل توت سويت ابخي دونك باش ترتاح معتك السواعتين هذوكم ومن بعد باش نعمل اكتيفيتي فيزيك راك وقتها باش تستعمل الماكله اللي كليتها اوليو باش تتخزن باش تستعمل هذيك. اذا كان عندك اون غريس مثلا ريزيستانت بالنسبه للناس اللي عندهم شحم وتحسوا هكا في بلاصه ومقلقتهم برشا تولي الاكتيفيتي فيزيك اللي قبل شقان الفطر غاديك معناتها استعملنا استعملنا السكر اللي عندنا في البدن الكل وفي الدواحي الكل دونك غاديك on va puiser mais les réserves l'قدم كي الشحم كي المخزن القديم اللي يبدا ريزيستون ان جينيرال. ميرسي بوكو نهال بيجي اخصائيه التغذيه مازال لنا كاين دريساج توت سويت في صحتك في صحنك. شيف كملنا بريسك فيني جوست قادو لي هذايا باش نستعملو التوست باش نحطو فيهم الكونفيتور تاع ستيك اب اخترنا كونفيتور اورانج دونك ريحتها بنينة ياسر نعملوها تختين تختين الكونفيتور هذايا 100% فروي 100% مفيهش ديزاديتيف اي و سون سكر اجوتي فوالا ظاهرة من التكستور نتاعو اللي هو كله غلة ويتسمى كاليتي بريميوم يساعد على الاخر في الليتيزاسيون في الاستعمال وحتى الامبلاج نتاعو مزيانه الامبلاج نتاعو حتى كان تفرغ الحكه نجم نعاودو نستعملوها نستعملوا حاجات اخرين هذه التختين نتاعنا شيف اي الحلوه مع لي توست الاخرين تاع نحكيو عليهم من بعد قعدت لنا الزرير ديجا عندنا فيرين ديجا معبيه اي وتوا باش نزيدو فيرين اخرى دونك بريباراسيون حاضرة نتاع زرير من عند درب قايد حسين ولا هاكا كاين فما الفيس كاين فما ضيف كاين فما خطبة بالوقت موسم كل شيء سهل لي بريباراسيون الكل حاضرين تو بكثرة الأكثر النساء تو ولاو يخدمو ما عادش يلقاو وقت في الدار بين الخدمة والصغار دونك لي روسيت نتاع بن قايد درب قايد حسين نلقاهم ديما حاضرين ولا يربحونا في برشا وقت بتبيع ولا تو يحبوا برشا الزرير هو راه نورمالمون يتعمل للمراه الحبل على خاطر فيه برشا منافع على الجلجلان والمراه الحبل ما يتفقد برشا فيتامينات سواء في الحبيله ولا لل باش تقوي من الحليب نتاعها في الكتب يعملوا لها الزرير اما كي يجيو نعطيو للضيف الضيف يستغلوا الفرصه باش ياكلوا زرير زاد هما وهي دخلت حاجه في عاداتنا
انه نفرحوا بالضيف نتاعنا خاصه في نفاس. زيد عندنا الفريسيك من عند دار بن قايد حسين. ولا باش نزينوها كيما الاخرى. حاضر كونكاسي. كونكاسي دو بيستاش. يقول لك كل بلاد ورطالها في الساحل نفاس نتاعهم بالبسيسه. بالبسيسه؟ ايه. حتى البسيسه فيها برشا منافع. كيف كيف؟ ايه. عند نجم كيف كيف زاد حتى دار قايد حسين عندها بسيسه. اي. هكا كل مره نعرفوا ما نتوش. كل مره باش نجربوا حاجه توا استعملنا الزرير. في حلقات اخرين استعملوا حاجات اخرى. فوالا المنيو نتاعنا كمل. كمل. نذكروا المشاهدين اش عندنا اليوم. دونك عملنا بيني انتجرال نتاع ليبيدور. عملناها سوتي في جديده. ايه. جديده اوميغا 3. من بعد زدناها ريغوتا قيصر. باهي. وهذايا بالنسبه للسلاد دروس نتاعنا. صمتنا السفناريا والبطاطا. قصيناهم صغار فيسع كان بشي فيسع يحضروا. ومن بعد نحيناهم زدناهم فوحناهم بال مايونيز جديدة. هذه تتسمى سلاد روس. نجمو نزيدوها اللي فما في الفريجيدير كان حاجة خضرة كيما اللوبيا خضرة كيما بروكولي. بروكولي وزادة جلبانة يجيو فيها تجي فيها بنينة على الأخر. وزدنا فيها جامبون متاع ضيعتي وحطينا غودا أون كوب متاع فروماج قيصر. فوالا هذه بالنسبة للسلاطة. عملنا زادة دي توست. دونك عملنا توست استعملنا مايونيز جديدة حطينا وزدنا استعملنا زادة صوص الاي اوفين زرب بنينة برشا كيف كيف زوز بنين نوعنا شوية وحطينا فيها سلامي نتاع ضيعتي وحطينا فيها فيها جو بتبيع جو نتاع الزيتون نتاع ضيعتي ان بو سبيسيال يحبوه بشيخوا عليه صغار هذايا سور التوست هذايا قصينا من الفوق فروماج ادام اللي هو جبن الاحمر نتاعنا وقصيناه مثلثات وحطيناه فوق التوست. جبن قيصر فوالا والتوست الحلوه اللي عملناها بالكونفيتور اورانج تاع ستيكا وعندنا زاد الزرير بن قايد دار بن قايد حسين. ميرسي بوكو شيف سليم بن عمر. تنجموا تلقاو لي غوسيت الكل على لي ريزو سوسيو نسمه كويزين والا نسمه على فيسبوك تلقاوها زاد على يوتيوب وتلقاوها على الباج فيسبوك صحتك في صحنك. نتقابلوا كل يوم الستة متاع العشية وفما زادة الإعادات لحداش ونص ونص نهار. ميرسي بوكو اللي كل يوم تتابعونا وتبعثونا تفاعلاتكم على لي بلاتفورم دي ريزو سوسيو الكل. ميرسي لي سبونسور نتاعنا إفزا ضيعتي جديدة ليبيدور جبن قيصر ستيك أب دار بن قايد حسين تيفال تيميز سوتوفاب فين وإنوفا كونسيبت اللي وفرت لنا الكوجينة المزيانة هذية واللي تربحكم جو ليلة 27 ليلة 27 تقف بلوتو جو القرعة نهار 27 واللي فيها باك كامل إلكتروميناجي فيه بلاك وفور وأوت. تدخلوا على انستغرام إنوفا كونسيبت تلقاو الشروط نتاع اللعبة الكل وإن شاء الله مربوحة للناس الكل. نتقابلوا غدا في نفس التوقيت. شاهي طيبة. جديدة بن على بن. حقق الدار اللي تحلم بها عمل علينا في كل ستيل وذوق احنا نسهلولك الثنيه.